أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال رب ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا.
قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا. وبرا ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. وكان تقيا.
بَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربي ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر لنا
ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وأولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، اللهم أصلح نساءنا وبناتنا واهد شبابنا وردنا جميعا إلى الحق وإلى الدين مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا، اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون واصرف عنهم من السوء فوق ما يحذرون، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.